بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى فخامه الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيس مجلس السياده الانتقالي بجمهوريه السودان الشقيقه بمناسبه ذكرى استقلال بلاده واعرب سموه في البرقيه عن اطيب تهانئه وتمنيته لفخامته بموفور الصحه والسعاده ولشعب جمهوريه السودان الشقيق بان ينعم بالامن والازدهار